الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم. العديد من أساليب المقاومة ممكن أن تكون المقاومة العسكرية، الفكرية، السياسية. وعندما نتحدث على المقاومة الفكرية فإن اليوم نتحدث عن دعم المثقفين المبدعين الفلسطينيين والعرب، وهذا المبدأ الذي أخذته مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية، هذه المؤسسة ومنذ 13 عاما وهي تدعم المثقفين والمبدعين ودائما تسلط الضوء على الإبداع الفلسطيني والإبداع العربي، إضافة إلى الإطلاق عديد والعديد من المبادرات خلال 13 عاما، دعما لحماة الديار ودعما للجيش الفلسطيني ودعما للمبدعين. ومؤخرا تم إطلاق مبادرة القدس بعيون الأحرار. نتحدث أكثر عن مؤسسة سيدة الأرض، نتحدث على المبادرة ونتحدث أيضا عن آلية الدعم اللوجستي من خلال هذه المؤسسة الثقافية التي دائما تعنى وتدعم المبدعين والمثقفين. الحديث أكثر عن المؤسسة والمبادرة يسرنا أن يكون معنا عبر الإنترنت من فلسطين الحبيبة الأستاذ كمال الحسيني، المديرة التنفيذية لمؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية. أهلا بك وحياك الله وتحية إجلال وإكبار من عمان إلى القدس العربية الحبيبة. أهلا وسهلا فيك وصباح فلسطين، أولا صباح فلسطين، كل فلسطين، صباح القدس التي دائما تدرك قيمة كل من يقف معها، وهي البوصلة الأولى، وهي الحب الأول، وهي مصر الرسول، وأيضا إلى عمان وإلى بغداد وإلى كل الوطن العربي ولكل أحرار العالم. صباح فلسطين، صباح فلسطين، صباح النصر بإذن الله. الشباب الفلسطيني اليوم عندما نرى هذا الغليان الشعبي الكبير في فلسطين، نرى ونؤمن بأن إن شاء الله الحرية لفلسطين قريبا بإذن الله. حدثنا أكثر عن هذه المؤسسة الريادية والرائدة التي تعنى بالثقافة والإبداع. لطالما تعددت أنواع المقاومة، ولكن دائما تبقى المقاومة بالقلم، والثقافة هي من أقوى أنواع المقاومات. حدثنا عن مؤسسة سيدة الأرض خلال 13 عاما. بداية، الثقافة المقاومة أخي أحمد، ونحن في فلسطين نحتاج هذه الأدوات، لأن لازلنا في خندق المقاومة، وهذا ما نقوله دوما في كل لقاء وفي كل صباح وفي كل مساء. الثقافة مقاومة، وكل ما يتعلق من أدوات في الداخل الفلسطيني لكي نتماشى ونكون بصمة في هذه، في مسيرة التحرر، في مسيرة التحرير بإذن الله تعالى. فنحن في مؤسسة الأرض الآن 14 عاما، احنا تأسست المؤسسة عام 2008، والآن احنا قدمنا بما يعادل 120 مبادرة في هذا الاتجاه، ونحن في هذه الأيام وأيضا في كل يوم وطني يكون لها بصمة بشكل، يعني أعتقد نسلط الضوء على هذا اليوم الوطني. يعني نحن بهذه الأيام بشكل خاص نجند كل ما يتعلق من إرث سيدة الأرض لكي نكون ولو شيء بسيط في دعم ما يحصل على أرض الواقع. وبداية في هذه الأيام هو يوم النكبة، والنكبة يعني أتصور، وانطلقت مؤسسة سيدة الأرض بالمناسبة بهذا الاتجاه من الداخل الفلسطيني، من الناصرة والجليل والساحل والنقب والمثلث. لماذا؟ لكي نقول للعالم هذه الرؤية التي الآن أصبحت على أرض الواقع، الكل يرى بأن الداخل الفلسطيني هم أصل الحكاية وهم أصل الرواية الفلسطينية، وهم الذين بقوا وهم الذين كانوا أهم ما يتعلق في الإرث والقضية الفلسطينية. فلذلك انطلاق المؤسسة لكي نعطي صورة حضارية عن إخوتنا هناك. والآن دعني أرفع القبعة لكل من يسكن في الداخل الفلسطيني إكبارا وإجلالا، ونقول لهم عاشت السواعد. تماما هذا الانتماء الذي لا ينتهي في التقادم على الإطلاق. بعد 73 عام من هذه النكبة، النكبة التي حصلت في عام 48، كان هناك تهجير قسري، وهذه النكبة التي يجب أن يتعلمها ويفهم ما حصل فيها الجميع دون استثناء. هذه قضية إنسانية وهذه قضية وطنية. عام 48 كان هناك بما يعادل في الداخل الفلسطيني من 750 ألف 800 ألف
نسمة، تهجير كان أكثر من 630 إنسان يا أخي في خلال ليلة ما فيها ضوء قمر كيف بنحكي بالفلسطيني، 500 بما يعادل 530 قرية مهجرة في الجليل والنقب والمثلث، بقى هناك بما يعادل نعم 120 ألف نسمة، 120 ألف نسمة بقى في الجليل والساحل والمثلث والنقب، الآن بما يعادل 2 مليون نسمة. 2 مليون نسمة مش مجرد عدد، ومش مجرد كما بقول دوما كم، وإنما كيف هؤلاء أصحاب الرواية، هؤلاء الذي انتزعت منهم الهوية وبقوا في هذه الهوية حتى النخاع، فهم يتمسكون في هذا الانتماء في الأعراس بالأفراح والأتراح وكل ما يتعلق بالرواية الفلسطينية، بقوا هناك في الجليل، الجليل الذي الآن أكثر من مليون فلسطيني هناك، اللد والرملة ويافا واللد، الكل سمع عن هذه البلد العظيمة التي أنت لا تعلم، هذه المفاجأة ليست هي مفاجأة بالنسبة لنا، نحن نثق في إخوتنا في الداخل الفلسطيني، ما بين امرأة ورجل وشاب وشابة، الجميع حتى الذين أصبح السن طغى بسن الشيخوخة، لكن نعم الذاكرة بقت تحمل ذاكرة قوية جدا، وأيضا النضال هناك روح الأطفال. نعم فلهذا وبهذا الاتجاه أنا هون فخور بأن مسيرة مؤسسة سيطر عبر 14 عاما وهي تتحدث أمام الجميع، أمام كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، بأن الداخل الفلسطيني هم أصل الحكاية، نعم والداخل الفلسطيني هم أصل الرواية، الرواية لأن الحرب الحقيقية التي تدور ما بيننا وبين هذا الاحتلال الغاشم هي الرواية، والرواية الفلسطينية هي أقوى وهي أصدق وهي أعمق. فلهذا ثبوت إخوتنا في الداخل الفلسطيني، الآن كل الوطن العربي يدرك بأن هذا الفلسطيني الذي حمل جواز السفر الإسرائيلي الآن هو يحمل فقط الذاكرة نعم الوطنية يعني الفلسطينية، نعم ويكذب هذه الرواية الصهيونية بأن تماما كما تقول الرواية بأن جئنا إلى أرض بلا شعب، لا نحن هناك باقون كما بقول كما دوما بقي ما بقى الزيتون. الزعتر. نعم يعني أستاذ كمال، قال أحد من بني صهيون بأن الكبار سيموتون والصغار سينسون، ولكن هؤلاء الصغار كبروا وكبرت القضية أكثر وكبر التشبث بالأرض. ولكن اليوم عندما نتحدث عن الداخل الفلسطيني، عبر سنوات لم يحدث هذا الصدام، اليوم نرى صدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالداخل الفلسطيني. حدثنا عن الأسباب التي أدت إلى هذا الموضوع، يعني الكثير من الانتفاضات التي حدثت ولكن لم يحدث بالداخل الفلسطيني هذه بعض الأحداث، ولكن اليوم نرى أحداث في الداخل الفلسطيني. ما السبب برأيك التي أدى إلى تطور الأحداث في الداخل الفلسطيني؟ الداخل هو أيضا أول الشعلة. الداخل الفلسطيني يا صديقي ويا عزيزي أتى منه درويش وسميح القاسم وأمير حبيبة والكثير من هؤلاء المفكرين الذين أعطوا وقدموا للقضية الفلسطينية فكرا وحضورا وإنارة. الآن الداخل الفلسطيني عام 76، يوم الأرض الفلسطيني الخالد، نعم هذا اليوم في مثلث يوم الأرض في سخنين وعرابة ودير حنة، عندما انتفض الجميع ضد هذا المحتل بأن الأرض كالعرض تماما وحقا، بتصور هو لقن درس كبير للاحتلال، وأيضا كان درس للكل الفلسطيني بعد سنوات كانت الانتفاضة الأولى. فلذلك هم مدرسة في النضال يا أخي، وهم مدرسة في المقاومة، وهم أكاديمية ملكية بهذا الاتجاه فكرا وثقافة وذاكرة يوميا. لماذا أنا ذكرت، أنا قلت قضية الأفراح والأتراح، هم يعيشون الفرح والطرح كما كانوا يعيشونه قبل 48 قبل النكبة، هم بيعيشون بنفس الطقوس. عظيم. يمكن أنا هنا في الضفة الغربية الوقت داهم وإلى آخرهم، لا يعيشوا ذلك تماما لكي لأنه مشكل الهوية الفلسطينية. فلذلك تمام الداخل الفلسطيني هو دائما في حال، أنا برأيي هو دائما في حالة مقاومة،
يقاوم او اولا في الذاكره بان هذا الاحتلال خلال 73 عام لم يستطيع، نعم يا اخي، ان يسقط هذه الذاكره ولا باي شكل من الاشكال على الاطلاق، بل بالعكس كما بدات في الحديث اخي احمد بان المقوله الشهيره بان الكبار يموتون والصغار ينسون، على الاطلاق انا اشعر بان صغارنا الان هم اكثر وطنيه منا صحيح بالمعنى، لان احنا زودناهم ايضا بهذا الاتجاه وهم الان في هذا العصر الذي المفتوح نعم والاونلاين، يعني في كل العالم الكل يرى ويسمع ويستطيع ان يتكلم ويستطيع ان يكون له صوت، واطفالنا نعم بهذا الاتجاه تمام الان هم اكثر ذاكره واكثر بصمه وطنيه فلسطينيه على ارض الواقع في نعم الداخل الفلسطيني. انت ترى الان التعريف الحقيقي الهويه الفلسطينيه، وانت في نفس الوقت انت هم يسطروا دائما في، وللمعلومات في برنامج الثقافه، يعني مثقفين كثر جدا ومثقفين مؤثرين هم من اخوتنا من الداخل الفلسطيني، فالناصره يا صديقي تتمتع بحاله ثقافيه عاليه جدا، والجليل والمثلث والنقب، يمكن هذا المجال الذي مفتوح وهذا المجال اللي بيعطي وبيقدم، فهو ايضا هو نعم الذي يؤثر وهو الذي يقدم القضيه الفلسطينيه بكل الوانها وبكل حضورها. تماما استاذه كمال، لطالما كانت مؤسسه سيده الارض تدعم جميع الفلسطينيين والعرب، حتى الجاليه الفلسطينيه في المغترب، سواء كانت الجاليه الفلسطينيه في داخل الوطن العربي أم حتى في أستراليا وكندا وأوروبا، هناك دعم كبير جدا للجالية الفلسطينية وخاصة للمبدعين والمثقفين. حدثنا أكثر على هذا الجانب، كيف ترى مؤسسة سيدة الأرض المبدعين الفلسطينيين في الخارج والجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم، وأيضا مؤسسة سيدة الأرض دعمت العرب المبدعين، وكان هذا الرهان على العرب، وكما نرى اليوم جميع الشعوب العربية متضامنة تضامنا كبيرا جدا مع فلسطين، سواء كانوا عرب بداخل الوطن العربي أم بخارج الوطن العربي حول العالم. كيف تقرأ هذه المؤسسة هذا التضامن العربي، وحدثنا أكثر عن آلية الدعم للمثقفين والمبدعين سواء الفلسطينيين أم العرب؟ أولا سؤال جدا عميق ويشكل لوحة ثرية في الحديث الآن. أولا نتحدث عن الجاليات الفلسطينية وعن الشتات كما نتحدث بالمصطلح الفلسطيني، الشتات الفلسطيني الذي في الوطن العربي وفي كل العالم. بداية نحن كمؤسسة سيد الأرض هذا من أهم استراتيجية، أنه إحنا الكل الفلسطيني، أنا فلسطيني في جغرافيا في كل الجغرافيا العالمية، فلهذا التعداد الرسمي حسب الإحصاء الفلسطيني نحن 13 مليون فلسطيني، نصفنا في الداخل والنصف الآخر في الخارج، الغير رسمي هو أكثر بكثير، وأنت تعلم والكل يعلم ذلك تماما، لأن هذا الفلسطيني كما تحدث في البداية عام النكبة عندما التهجير القصري الذي كان هنا في عام النكبة كان بما يعادل 630 ألف نسمة خرجوا قصرا من هذه البلاد، ومن بعد ذلك النكسة وإلى آخره. باختصار شديد الآن هذا الفلسطيني يا أخي في كل أنحاء العالم هو مبدع، ليس مجرد كلاما وليس مجرد حديثا، وإنما هو مبدع على أرض الواقع. هذا الفلسطيني رغم النكبة والشتات وظلم ذو القربى إلا هو في المقدمة أكاديميا وعلميا وثقافيا إلى آخره، فلذلك نحن نبحث دوما في كل عام عن هذا الفلسطيني المبدع لكي نقول له شكرا جزيلا، لكي نقول له أنت رائع حقا وأنت جزء لا يتجزأ من هذه المسيرة الطويلة، وأين أنت من هذه البصمة أيضا، لذلك نحن نبحث عنه لكي يكون شريك في هذا الاتجاه، لأنه نحن ما نحتاجه الفلسطينيون عامة أن نكون شركاء في بناء وطن حر بإذن الله تعالى. أما الإخوة العرب وأحرار العالم بالمناسبة، وأيضا نحن في علاقة طيبة جدا مع جميع أحرار العالم، إذا الجاليات الفلسطينية لدينا معها الكثير من الحضور والكثير من العمل من أجل أقدس قضية، إخوتنا العرب أيضا بهذا الاتجاه، وأنا بقول دائما القوة الناعمة هو أيضا الفن، واستطعنا بهذا الاتجاه أن نكون بصمة لا بأس بهذا الاتجاه،
قبل ايام زي ما تفضلت في بدايه الحديث بان اطلقنا مبادره القدس نعم في عيون الاحرار. في هذا الاتجاه راسا في هذه المبادره رفعت الهاتف الى الصديق والعزيز الفنان محمد صبحي، هذا الفنان الذي يحمل من الثقافه ويحمل من الايادي البيضاء في دعم القضيه الفلسطينيه الكثير، واستطعنا ان نرتب الحديث مع معظم فنانين الوطن العربي خلال 24 ساعة. استطعنا في هذه المبادرة بأن معظم الفنانين في الوطن العربي كان لديهم موقف في اتجاه القضية الفلسطينية، وهناك فنانين كانوا شيئا ما بين التردد وبين قوة الانتماء، والجميع كان أخيرا في بوصلة واحدة، بوصلة القدس وبوصلة نعم فلسطين، واستطعنا أن نحرك الشارع العربي بهذا الاتجاه. لهذا انا بقول دوما الثقافه مقاومه والفن هي القوه الناعمه الى نستطيع ان نغير فيها ادوات الكثير الكثير. اما نعم احرار عالم فايضا برضه في كل اخر عام ناخذ شخصيه العام الداعمه للقضيه الفلسطينيه، وهناك برلمانيين وهناك مثقفين وهناك سياسيين كثر جدا في العالم يحبون القضية الفلسطينية، ليس مجرد الحب وإنما لهذا الظلم الذي وقع على القضية الفلسطينية. تماما لذلك نحن في مؤسسة سيد الأرض استطعنا بالفعل أن نقدم أدوات مختلفة خارج الصندوق لكي نحاول أن نكون بصمة وطن ونحاول ندعم هذه القضية، لأن احنا جنود أوفياء بإذن الله تعالى، نعم نحن أقدس قضية، نحن أعدل قضية. نعم يعني ختاما، هذه المبادرة القدس بعيون الأحرار، كيف ترسم لها الأطر المستقبلية وكيف سيكون لها هذا الوقع والصدى بظل ما نعيشه اليوم من أحداث في فلسطين وغزة؟ وحدثنا بكلمة أخيرة، كلمة للمقاومين بقطاع غزة فلسطين الحبيبة. أولا مبادرة القدس في عيون الأحرار هي ستكون مبادرة دائمة، بحيث أنه سيكون هناك كلمة عبر صفحات والموقع الإلكتروني لمؤسسة سيد الأرض لكل فنان ولكل شخصية ثقافية اعتبارية في الوطن العربي وفي العالم في القدس في عيون الأحرار. لماذا الكلمة سلطان تغير العالم والإنسان، ونحن على الأقل إن لم تستطيع أن تدعم القضية الفلسطينية هنا أو هناك، على الأقل اطلق كلمة وموقف وقل كلمة أمام الجميع لكي يكون تعكس أيضا هذه الكلمة أمام من يحبون هذه الشخصية العامة بأن القضية الفلسطينية نعم هي القضية الأولى. والآن أتصور الجميع اتفق على ذلك، والجميع خرج من أي تخاذل هنا أو هناك وانتفض كطائر الفريق وحدد موقفه في الوطن العربي بأن القضية الأولى القضية المركزية هي القضية الفلسطينية. هذا من جانب. جانب إخوتنا في غزة، نحن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طوبى لكل من يقطن هذه المدينة وهذا القطاع الحبيب. ونحن يا صديقي يمكن نبكي في الصباح وفي المساء من أجل أطفال غزة، وأتصور عم بسطروا 4 صور التضحية، وأرجو الله للقضية أنه في القريب العاجل أن يكون هناك فرح آت، لأنه نحن دوما نتحدث بلغة الأمل، ونحن أيضا مشروع حياة ولسنا مشروع موت. لهذا لكي نستطيع أن نبني هذا الوطن يجب أن نكون بهذا الاتجاه. أما هو المقاومة حق مشروع لنا جميعا طول ما كان طول ما هذا البلد هو تحت الاحتلال. ولهذا في هذا اليوم وفي هذه الضفة الغربية في هذه اللحظات يا أخي تنتفض تماما على كل المداخل وعلى كل مواقع التناس مع الاحتلال الإسرائيلي. أما القدس قالوا تحب القدس، قلت هي الهوى منها ابتدى وإليها سيعود، وأنا في أرض القدس أرفع رايتي وبنو أبي مثلي هناك سجود. يا رب أنت وعدتني، يا رب أنت وعدتني فصدقتني، بيني وبينك موثق وعهود. القدس يا أخي أحمد هي يعني هي ليست مجرد فقط هي أوضة قبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لا يا صديقي هي أول الحب وهي آخر الحب، هي القدس. من يريد أن يتمتع بإنسانية أكثر فليذهب ويحب القدس أكثر. هذه المدينة الذي أكرمنا الله عز وجل أن نكون سدنا لها، أتصور بأن هذا المقدسي يستحق كما بقول في الكواليس يستحق كل الألقاب، فهو هذا المعالي وذاك السيادة وهذه الألقاب التي تستحق
فيها يستحق فيها كل مقدسي ومقدسية. تماما فالقدس سطرت يا صديقي في الأيام القليلة صور التضحية والمقاومة، نعم صور مشرفة جدا. أنت شاهدت والكل العالم شاهد حتما للصدور العارية، كانت رسالة واضحة أمام المحتل نعم أننا نعم لن نستسلم، سنكون دوما في خندق المقاومة. والقدس هي ليست مجرد كلمة خط أحمر، بالعكس هي بالنسبة لنا يا صديقي هي الدماء تنحني إليها نعم إكبارا وإجلالا، وأمامها الصمت تماما وبلاغة. نعم أيضا نقول دائما رسالة القدس هي الرسالة تماما الأوضح والرسالة الأقوى نعم والرسالة الباقية، وسنكون هنا نعم باقون نعم إما نعم تحت الأرض وإما نعم فوق الأرض. في القدس رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كل الشكر أستاذي، نتمنى إن شاء الله النصر لأهلنا في فلسطين الحبيبة والنصر لأهلنا في قطاع غزة. الأستاذ كمال الحسيني المدير التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض، كنت معنا عبر الإنترنت من فلسطين.